الله يسعد لي صباحكم ومساكم اخواتي واحبابي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. والله حبينا هيك نطلع عليكم بهالشميسات، اليوم الجو عنا حلو، حبينا هيك نسلم عليكم. طمنوني عنكم جميعا، ان شاء الله بخير. كيف اموركم؟ ان شاء الله تمام. اليوم طلعنا من هالشوي من هالحظر، نتمشى شوي بهالسيارة بتعرفوا، والجو اليوم كتير 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 حلو. شوفولنا هالشميسة ما أحلاها، شوفولنا هالشمس. هيك صارت ماشي تتهنى. من هواه يا من هواه عزه وأزلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. يا من هواه، يا من هواه أعزه وزلني، كيف السبيل إلى وصالك، كيف السبيل إلى وصالك دلني. يا ليل يا ليل ما تيلا يا عم. إخواننا المصاروي الله يسعدكم، إلهي مغاربة جزائر كل سنة وانتم بخير، ورمضان على الأبواب، الله يعيده علينا وعليكم بالخير والصحة والبركة يا ربي. ده ابن الكلب اللي أمامي عاوز يخبطني. عاوز يخبط مصر العزيزة. المنطلق الفكري بتاعنا في تطفيش الست دي لازم ينبع من احساس منعكس في الالتزام بقضايا معاصره لا يدرع مرسي، ومحدش يسالني ولا كلمه لاني مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله. علي النعمه انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح. ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. طب انت عارف بقول ايه؟ ادم انت درع مرسي ما بيتكلم صح. قوم العبي بالجوز واللوز يا مصبرة مالك جوز، تتردنا مالك والله العافية. ما شاء الله على الشمس، ما شاء الله كان عنا تلوج ما طبيعية، سلوج لوج لوج لوج. يا عمي مدحت يا شلبي، انا حصحى الصبح بدري ونط الحبل ناط، وغذي نفسي كويس وكل حمام وباط. انا حبي ليكي خالص مش حبي مصلحة، انا عندي ليكي شقة ومركب مروحة. طب ايه، انا حصحى الصبح بدري ونط الحبل ناط، واغذي نفسي كويس واكل حمام وبط. ايه واكل حمام، كنت نسيت الاشارة حمراء على باكل حمام وبط وباكل وز. ايه يا باي.
الدهر أرعن الدهر أرعن حرمني والدعم ماي سقاني كاس علقام والدعم ماي يا ولد الدهر أرعن حرمني والدعم ماي سقاني كاس علقام والدعم ماي أنا وكتب جبران كتب جبران عني والدعم ماي وما يدعت لمعركتي يا أبو وتقول سيف الخواري جنة منه اي يا العين صبي دمع ويا شوالف عنا هي اضرب اضرب ونراح والراح والراح تصيب يا الاخو والله هيك يعني هيك شو بيطلع معي وحياة امي ما بعرف الطبيعة التصنع لا احبه هيك على الطبيعة شو بيطلع هذا هو قال لا تتكبر الله أكبر لكن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هلأ سيبونا من كل ألم قال يحشر المتكبرين أمثال الزر نعم يا أمي حاسس حالي عم ألقي خطبة وحياة أمي والله الأجواء كثير كثير اليوم هيك مبسوط شمس جو هذا العب يلا العب يلا قاعد لي وحدك كده سرحان الشيطان يوزك سكة شمال العب يلا ما تلعب يلا يلا ما تلعب عيونك كالمدافع قوة سنة هو مثل قوس الربابي قوة سنة عيونك كالمدافع قوة سنة مثل قوس الربابي قوة سنة أنا على وكون أنا على وكون براس نهدة قوة سنة للأسف يا للأسف سن عطي أهلا وسهلا شرفونا احبابنا اهلا وسهلا شرفونا احبابنا الله يسعد لي اوقاتكم جميعا بس هيك حبينا نطلع معكم نتسلى معكم شوي لانه باعتبار والله الشغل هيك شوي امور شغل يلا دعونا اخواتي احبابي دعونا السلام عليكم وضحيت هلا برافو عليك عفرك